الإخوان الكرام، سلام الله عليكم. محمد البوداري كيحييكم وكيرحب بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة. والله العلي العظيم، إلى برافو وألف برافو للناس ديال الفرقة الوطنية والشرطة القضائية اللي خدموا على عصابة القضاة ورجال الأمن والسلطة والصماصرية اللي تشدوا كلهم في الدار البيضاء وتلاحوا في الحبس. هذا الملف طرقوه وغرزوه مزيان من جميع النواحي بواحد الطريقة كتبين الاحترافية العالية ديال هاد الناس. تصوروا معايا، رجال الفرقة الوطنية داروا العديد من الهواتف ديال المشتبه فيهم تحت المراقبة، يعني التنصت الهاتفي، وتم جبدوا العجب والعجايب والمصايب الكهنة. كانوا دايرين هاد العصابة كلها تحت المراقبة الهاتفية وكيجمعوا عليهم في الأدلة، والآخرين ما خبارهم والو. المهم، خدمة نقية وديال الناس المعلمين، حتى جمعوهم في قفة واحدة ودفعوهم كاملين للوكيل العام للملك. اما ربوطين في سلسله واحده، وشي غرق شي وشي شهد على شي باش يزيد يورطه. وتصوروا معايا اخوتي، واش الاضرفه الماليه كتوصل للقضاه حتى لباب الدار، والقاضي كينوض على سعدو وعدو وكيربط الاتصال بالسمسار وكيقول ليه زعما غير بالمعنى، شكرا على قصعه كسكسو اللي وصلتي ليا الدار، وشكرا على داكشي راه جا في المحل ديالو. وفي مكالمه اخرى كيهضر مع السمسار وكيقول ليه ايضا هذاك الفيكتيم خاصو يجيب 5، زعما 5000 درهم، عفوا قال لي 5 ديال الدراهم زعما 5000 درهم. اودي اش غنقول لك سعادة القاضي، شلا ما ديتي وشلا ما طلبتي. وفي مكالمة أخرى كيقول لواحد السمسار ورك على دين أمو مع كامل الإعتذار على هذا المصطلح غير لائق. المهم هو هكذا قالها، وناقل الكفر ليس بكافر كيف كيقول الفقهاء ديالنا، زعما باش يجبد منه مبلغ مهم مقابل قرار قضائي الفائده ديالو. ولكن هادشي كله اللي كان كيروش كان كامل تحت التنصت ديال ضباط الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، وهادشي كله كان كيتسجل وكيتوثق في محاضر رسميه واقراص مدمجه، وكل واحد من هاد الموقوفين كان الدوسي ديالو في اتم الجهوزيه، خاص غير اقواله تسجل في المحضر الرسمي ويتقدم امام الوكيل العام. وهادشي كله علاش كنقول لكم اخوتي بان هاد الناس غادي يغرقوا حبس، والعقوبه ديالهم غادي تكون مشدده، وهادشي الى خضت العداله الطريق الصحيح ديالها. وانا شخصيا كنظن بانهم ما غاديش يتفكوا معهم وما غاديش يزعقوا، داكشي اللي مسجل في المحاضر ديال الفرقه الوطنيه بالحجه والدليل خطير بزاف وما معاه اللعب، وما يمكن حتى شي واحد يغمض عينيه عليه. أما سعادة القائد فطلع عليه الدم بزاف ملي ما وفاوش العصابة بالوعد ديالهم معاه، عيط لواحد منهم هو المقدم وقال للعصابة شوفوا ديك الرملة اللي سرقتو غادي ترجعوها دابا. وأنا ملي قريت هذا المحضر ديال الفرقة الوطنية وباقي ما كملش الفقرة كاملة، قلت مع نفسي والله إلا هذا القائد راجل مزيان ومعقول، خدام مسكين وباغي غير الحق. قال ليهم رجعوا الرملة للبلاصة ديالها، ولكن ملي زدت كملت القراية كنلقاه ساخط فقط غير حيت ما وفاوش معاه بالوعد، خدا او عطاه غير 10000 درهم وهما كانوا دايرين معاه جوج ديال المليون، يعني دوزوا عليه الدكاكه كدوز حتى على القيد. وهادشي اللي خلاه يغضب ويسخط عليهم مزيان هو ولا مقدم القيد، حتى هو جابوه ودابا راه معتقل في الحبس بحكم ان الفرقه الوطنيه كانت كتسمع لهاد المكالمات كلها، وبسببها حتى هو هزوه وقدموه للوكيل العام بحكم الامتياز القضائي اللي عنده. وفي قضية أخرى، تلقى السمسار الملقب بالعياشي اتصالات هاتفية من شخصين طلبوا التدخل ديالو في واحد الملف كان عند الشرطة وكيتعلق بجريمة الضرب والجرح من طرف شي أشخاص في حي الألفة مدينة الدار البيضاء، واللي كتخص شخص واحد أو ولد واحد الشخص نافذ معروف بولد الغنم، واللي دبر على شهادة طبية لمدة العجز ديالو 27 يوم. وحسب محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واللي اطلعت عليها شخصيا، فهاد المتصلان عرضوا على الوسيط تقديم أي مبلغ مالي كرشوة مقابل إنجاز مسطرة في مواجهة الطرف الآخر، يعني داك الضحية بغاو باش يغرقوه أو يدخلوه حتى هو طرف هاد الملف داكشي ديال تبادل الضرب والجرح وصافي. وقال ليه بالعبارة التالية، بغيتك تريقل معايا الشغل مزيان، بغيتك الاستاذ تهبط لي على بنادم. عفوا. وقد وافق الوسيط مقابل تسليم مبلغ رشوه قدره 10000 درهم، ومباشره بعد ذلك
تلقى هذا الأخير اتصالا هاتفيا من نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الأستاذ السابق أما دابا راه الاعتقال عين زين، والذي شكره كما قلت على طبق الكسكس الذي توصل به في منزله في إشارة إلى الرشوة التي تلقاها. وفي مكالمة أخرى أجرى نائب وكيل الملك اتصالا هاتفيا مع موظف شرطة اسمه طارق وأطلعه بصفته أو على صفته كنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، واستفسره إن كانت دائرة الشرطة رقم 15 قد توصلت بالملف المتعلق بالضرب والجرح الخاص بالمسمى أيمن. وقد أخبر موظف الشرطة طارق نائب الوكيل بأن هذا الملف المتعلق بهذه القضية قد أحيل على الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي الحسن، وأشار عليه بربط الاتصال بزميله موظف الشرطة المسمى محمد. ومقابل التدخل في هذه القضية تم الاتفاق بين الشرطيين على اقتسام مبلغ الرشوة المتحصل عليه، وذلك بالعبارة التالية: إلا بغيتي تدخل فيها معانا راه غادي ناكلو فيها صريف مزيان. وخلال مكالمة هاتفية أخرى أخبر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء دائما الوسيط العياشي بأن المسطرة ما زالت بالعمادة، وبمجرد توصل بها سيقوم بتحريك المتابعة في حق الشاب الضحية. للأسف الشديد هكذا يعملون، وتعيين الجلسة من أجل أن يدلي الضحية بالشهادتين الطبيتين، الضحية المفترض وليس الضحية الحقيقي، والتي تحدد مدة العجز في 27 يوم والأخرى 20 يوم. هذا فقط ملف واحد من عدة ملفات أظهرت تحقيقات كيف كانت هذه العصابة ستتدخل في الملفات المعروضة على القضاء والرائجة بالمحاكم والتي تم تفكيكها وإحالتها على الوكيل العام للملك باستئناف الدار البيضاء قبل أن تتم متابعة 29 شخصا منهم نائب وكيل الملك وشخصيات أخرى راهن الاعتقال. وقد مكن استعمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لصلاحية التقاط المكالمات الهاتفية بتعليمات من النيابة العامة وبأمر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من الوقوف على طرق التدخل في الملفات الرائجة لدى الشرطة والقضاء. هذه العصابة التي تتدخل في ملفات القضاء هي امتداد لعصابة كما قلنا نائب وكيل الملك السابق هشام نوسكي الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 5 سنوات بعد تخفيض عقوبته من 8 إلى 5 سنوات. القاضي كان رحيم به وقرر باش يخفف عليه شوية ونقص له 3 سنين. وقد أشرفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تتبع التسجيلات الهاتفية والتي تم التقاطها بناء على مقررات قضائية، حيث اتضح بأن الأمر كيتعلق بشبكة إجرامية كتشكل امتداد للعصابة التي كان يقودها هشام نوسكي والتي تم تقديم عناصرها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وقت سابق. عناصر هذه العصابة كما كشفت محاضر الفرقة الوطني يقومون بأدوار مختلفة في ميدان الوساطة والسمسر في الأحكام والمقررات القضائية، وكذلك بعض القضايا الرائجة لدى مصالح الأمن من خلال ما تم رصده انطلاقا من المكالمات الهاتفية المسجلة. تحياتي العطيرة لكم جميعا، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل.